حالة المرور في رمضان لها طبيعتها الخاصة المختلفة عن الأيام الأخرى أيضا، لأن هناك طبعا تكثيف في بعض المناطق أو كثافة مرورية في بعض المناطق في أوقات معينة من شهر رمضان، طبعا قبل الإفطار وفي أوقات معينة من السحور. لذلك تقوم الخدمات المرورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة بتكثيف الخدمات وتفعيل أيضا ما يسمى بخدمات الإغاثة على الطرق والمحاور الرئيسة لكي يتم مواجهة المواقف الطارئة، أعطال سيارات، حوادث لا قدر الله وغيره، وأيضا لتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق المختلفة. معنا من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مراسلة أونلايف زميلة دينا حويدق. أهلا بك يا دينا، وأنت متواجدة في غرفة العمليات بالطبع، وأنا يعني أرى خلفك العديد من الخرائط التي تدل على الحركة المرورية في شوارع القاهرة المختلفة، وخاصة ونحن في ظهر رمضان. كيف تبدو الأجواء لديك في غرفة العمليات أيضا من خلال لقاءاتك مع المسؤولين عن الغرفة؟ نعم حسيني، بالفعل من داخل غرفة الإدارة العامة للمرور بمدينة نصر ونتابع معاكم حركة المرور في كافة الطرق الرئيسية والفرعية. طبعا في ذروة في آخر أيام الأسبوع يوم الخميس، معي الآن الرائد محمد الشابيني وهو مشرف عام على هذه الغرفة ليطلعنا على تفاصيل الخاصة بحركة المرور في هذه الأثناء. برحب أهلا وسهلا بحضراتكم وبجميع السادة المشاهدين. لو تطلعنا عن طبعا حركة المرور في كافة الطرق الرئيسية داخل القاهرة، ولو أيضا نتحدث عن طرق السفر خاصة اللي فيه مواطنين كتير متوجهين لقضاء الأجازة الأسبوعية في المحافظة. طبعا في البداية بنطمن حضراتكم وجميع السادة المشاهدين ومستخدمي الطرق السريعة ان كافة الطرق مفتوحة امام حركة المرور، ما عندناش اي اختلاط على اي باي طريق مغلق او محاول بسبب سوء الاحوال الجوية او غيره. كافة الطرق تعمل بشكل جيد، نتمنى طبعا السلامة للجميع. احجام الحركة المعتادة في الفترة المسائية في يوم الخميس واللي بدأت تتواجد بشكل كبير جدا على الطرق من حوالي الساعة 2 مساء، اما طبعا محور 26 يوليو بدات احجام الحركه تبقى مرتفعه في القادم من مدينه اكتوبر اتجاه ميدان لبنان، واللي بنأكد من خلال حضراتكم استخدام البدائل سواء محور رود الفرج الجديد او الطريق الواحات ومنه القصر الغربي ثم الدائري. الاتجاه الاخر من 15 مايو ايضا احجام حركه مرتفعه متجهه الى المحور حتى اسفل الدائري، ومن بعد اسفل الدائري اتجاه اكتوبر بيصبح سهوله مروريه تامه. عندنا ايضا بالنسبه لمناطق الدائري عندنا احجام حركه بدات ترتفع في منطقه اعلى النيل المتجه للجيزه، الاحجام القادمه بين مصر الجديده من القاهره الجديده والمتجهه للجيزه، وايضا عندنا في مناطق القادم من السلام واتجاه الطريق الزراعي بدا ايضا احجام الحركه فيه تبقى مرتفعه بسبب طبعا تواجد كثير من المواطنين من القاهره الكبرى اتجاه الطريق الزراعي اتجاه المحافظات المختلفه. الطريق الزراعي يعمل بشكل جيد حتى الان، محور شبرا بنها الحر يعمل بشكل جيد حتى الان. عندنا ايضا منطقه الثوره في من على مدخل القاهره من طريق السويس من اسفل الدائري حتى كوبري الجيش بدا يشهد ارتفاع في معدلات الحركه في الاتجاهين، لكن من اسفل الدائري اتجاه مدينه السويس يعمل بشكل جيد ما فيهوش اي مشكله في الاتجاهين. ايضا عندنا باقي الطرق السريعه تعمل بشكل جيد الحمد لله، ما تلقيناش اختلاط باي معوقات مروريه حتى الان سواء حوادث او اعطال على الطرق السريعه، واتمنى طبعا استمرار اليوم بدون اي معوقات باذن الله. طبعا القاهرة معظم المحافظات بتشهد يعني موجة حارة في هذا الأسبوع، هل هناك أي مثلا نصائح بتوجهها الغرفة إلى المواطنين؟ احنا طبعا بنأكد من خلال حضراتكم إن مع ارتفاع درجات الحرارة اللي موجود والمستمرة حتى الآن من منتصف الأسبوع تقريبا والأعطال المتكررة بسبب طبعا درجة حرارة مرتفعة، أهم حاجة قائد المركبة قبل ما يتحرك على طرق السفر لازم تكون متأكد من الصحة الفنية أولا للإطارات الخاصة بالسيارة، لما ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع السرعة تؤدي لانفجار الإطار أو تلفه وطبعا بسبب حوادث، أتمنى طبعا السلامة للجميع وما يبقاش فيها أي مشكلة. تاني حاجة مهمة جدا وهي دورة التبريد الخاصة بالسيارة، اللي شاكك إن دورة التبريد الخاصة بسيارته فيها مشكلة أو ممكن تتعطل منه ما يستخدمش الأماكن الضيقة أو الكباري، ويستخدم المسطحات عشان ما تأثرش بشكل كبير ويعمل على إصلاح سيارته في أسرع وقت ممكن. تالت حاجة ومن الحاجات المهمة جدا اللي ناس كتير بتغفلها هي طبعا السيارات اللي بتعمل بالغاز، لازم قائد المركبة اللي سيارته بتعمل بالغاز تأكد من الصلاحية الفنية لدورة الغاز بالكامل والتانك اللي موجود في السيارة، عشان لا قدر الله مع ارتفاع درجات الحرارة ولو في أي تسريب أو أي شيء تلف في دورة الغاز بتسبب عطل للسيارة وممكن تسبب اشتعال فيها لا قدر الله. أتمنى طبعا السلامة للجميع، نأكد دايما أثناء التواجد على الطرق السريعة الحفاظ على السرعات المقررة ومسافات الأمان
وهي طبعا اللي عنده اي مشكله على الطرق السريعه بيتواصل مع غرفه عمليات الاداره العامه للمرور على رقم 0122-111-4 عشان بنوجه له اقرب خدمه مروريه للمعاونه معاه سواء في الحوادث او الاعطال او اي شيء اخر. نأكد دايما ان ما زالت خدمات الاداره العامه للمرور منتشره بكثافه في الاماكن اللي فيها الكثافات المسائيه وايضا على طرق السفر بالكامل، وتفعيل الحملات سواء حملات الرادار ايضا ضبط السرعات وحملات ضبط متعاطين المواد المخدره اثناء القياده وحملات السواحل الفنيه، لان ده كله ياتي بثمار وننتهي من الكثافات اللي موجوده في اسرع وقت ان شاء الله. بنتابع مع حضراتكم على مدار اليوم لحين انتهاء الزروع بالكامل باذن الله. شكرا يا فندم. إذن حتاني ده كان لقائنا مع الرائد محمد شربيني مشرف عام غرفة إدارة عمال المرور بمدينة نصر على التفاصيل الخاصة بالمرور في ذروة رمضان. طبعا أكيد وطمئن من السيادة الرائد أيضا على أن الحركة المرورية يعني مستمرة بشكل انسيابي جدا وخاصة على الطريق الزراعي نتيجة طبعا لشهر رمضان المبارك. كل سنة وكل السادة المشاهدين بخير. أشكرك إذن مراسلة أون لايف من داخل غرفة العمليات في إدارة عمال المرور بمدينة نصر دينا حويدة، أشكرك شكرا جزيلا.